أيضا استقبل وزير الخارجية رئيس الدورة 27 لمؤتمر المناخ شابا كوروشي رئيس الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة على هامش فعاليات المؤتمر بشرم الشيخ. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن كوروشي أبدى اهتماما خاصا بموضوعات المياه وارتباطها بقضية تغير المناخ، وأوضح أن المجتمع الدولي بصدد أزمة مياه عالمية، وهو ما يحتم العمل على تلافيها من خلال التركيز على قضية المياه بوصفها أحد تجليات تغير المناخ. من جانبه أعرب الشكري عن تقديره لمشاركة رئيس الدورة الحالية للجمعية في فعاليات المؤتمر.